سيف الثائرين بحطام من قصص، ما الذي باع اللسان العربي بلسان من خشب؟ ما الذي أبدل سيف الثائرين بحطام من قصص؟ ما الذي باع اللسان العربي الذي أبدل سيف الثائرين بحطام من قصص؟ ما الذي باع اللسان العربي بلسان من خشب؟ شعبي نحن في أقسى الظروف، نحن في أقسى الظروف، لم نبع اسم العرب. يا عرب، مرحبا يا شقاء، مرحبا يا شقاء، مرحبا يا أصدقاء، ها هنا الحق نقيض للبكاء، نحن لا نملك أرضا وسماء، نحن في القلب جرحنا، غير إنا نحمل الجرح بصبر الأنبياء. الحمد لله الذي شرفنا، الحمد لله الذي شرفنا باختبار الصدق في زمن الرياء، الحمد لله على كل الظروف، الحمد لله الذي شرفنا باختبار الصدق في زمن الرياء، الحمد لله على كل الظروف. أبلغوا عني هيات الأمم، أبلغوا عني هيات الأمم، علها تصنع رادار.
الجديد، أبلغوا عني هيات الأمم علها تصنع رادارا جديد، يرصد الحب ويخترق الوريد، يرصد صوت أبي حين يصلي. ويلاحق دمع أمي في الدعاء، يتسلل في زوايا المدرسة ويزاحم صوت طفلي في النشيد. يا مسيح يا محمد يا مسيح يا محمد، أي إنسانية في لغة الكون Oh.